أعلنت وزارة الصحة اليوم ثلاثاء عن تسجيل 2440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2791 حالة شفاء و30 حالة وفاة خلال 24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كوفيد 19 يومية أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 42648 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 382925 حالة بمعدل تعافي يناهز 91%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7030 حالة بمعدل فتك يبلغ 1.7%. وتتوزع الحالات المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهة الدار البيضاء 16 ب 1219 حالة، 898 بالدار البيضاء، 116 بالمحمدية، 54 بالنواصر، 49 بالجديدة، 48 ببرشيد، 31 ببن سليمان، 11 بكل من سطات ومديونة، وحالة واحدة بسيدي بن نور. وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 378 حالة، 249 بطنجة، 49 بتطوان، 25 بالحسيمة، 24 بالعريش، 15 بالمضيق الفنيدق، 7 حالات بشيشاوة، 5 بفحص نجرة، و4 حالات بوزان. وسجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 344 حالة، 167 حالة بسخيرة تمارة، 83 بسلا، 44 بالقنيطرة، 28 بالرباط، 13 بسيدي قاسم، 7 حالات بالخميسات وحالتين بسيدي سليمان. فيما سجلت جهة سوس ماسة 180 حالة، 48 بأكادير إلى وتنان، 52 بتارودان، 33 بشتوكا عيت باها، 20 بطاطا، 17 بإنزكان عيت منلور، و10 حالات بتزنيت. وسجلت جهة الشرق 160 حالة، 59 بوجدة، 43 ببركان، 22 بالناظور، 18 حالة بالدريوش، 9 حالات بجرادة، 7 حالات بتوريرت، وحالتين بكرسيف. وسجلت جهة مراكش أسفي 142 حالة، 89 بمراكش، 24 بالصويرة، 12 برحمنة، 10 حالات بشيشاوة، و5 حالات باليوسفية، وحالتين بأسفي. وسجلت جهة مكناس فاس مكناس 79 حالة، 44 بفاس، 14 بمكناس، 6 حالات بإفران، 5 حالات بصفرو، 3 حالات بكل من تازة وتونات، حالة واحدة بالحاجب. وسجلت جهة بني ملال خنيفرة 54 حالة، 29 ببني ملال، 13 بخريبكة، 12 بالفقيه بن صالح. وسجلت جهة درعا تافيلال 36 حالة، 8 حالات بميدلت، 25 بالرشيدية، 3 حالات بتنغير. وسجلت قلميم واد نون 31 حالة، 20 بقلميم، 9 حالات بطنطان، حالتين بسيدي إتني. وسجلت جهة العيون الساقية الحمراء 22 حالة، 15 بالعيون، 4 حالات ببوجدور، 3 حالات بطرفاية. وسجلت جهة الداخلة وادي الدهب 4 حالات كلها بوادي الدهب. وتتوزع حالات الوفيات عبر جهات المملكة بين كل من جهة الدار البيضاء 16 ب 13 حالة وفاة كلها بالدار البيضاء. وسجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة حالة وفاة واحدة بطنجة أصيلة، فيما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 5 حالات وفاة، حالتين بكل من الصخيرة تمارة وسلا، وحالة وفاة واحدة بالخميسات. وسجلت جهة الشرق 3 حالات وفاة، حالتين بوجدة، وحالة واحدة بجرادة. وسجلت جهة مراكش أسفي 5 حالات وفاة، 4 بمراكش، وحالة واحدة باليوسفية، فيما سجلت جهة فاس مكناس حالة وفاة واحدة بمكناس. وسجلت جهة قلميم واد نون حالتي وفاة بطنطان. فمزيدا من الحيطة والحذر لتفادي